زي بنات كيف نتوما مزيانين كلشي بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم اخر حاجات وصلوني من عند شين. كاين هادشي مخلط هنايا، كاين كسيوات صيفيين غوزلان كيحمقوا اكسسوارين ديالي، كاين حويجات ديال جونيت، كاين شنيكلات ديال الصيف، المهم داكشي طوب بيجامات. هاد الاول غادي يكون مخلط، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. طبعا الحويجات اللي غنشارك معكم غادي نشارك معكم حتى كيفاش نسقتهم، كيفاش لبستهم، باش تشوفوهم في الحقيقه كيفاش كيجيو في اللبسه ماشي غير في التصاور، وتشوفوا الطريقه ديالي في التنسيق، تاخذوا افكار. وطبعا كتبقى الاذواق تختلف وكل وحده تلبس على الذوق ديالها. غادي نبدا لكم بسم الله بالكسيوات ديالي باش البنات اللي كيعجبوهم غير الحوايج ديال زعما الكسيوات وديكشي نبدا لكم بهم باش تشوفوهم. اول حاجه غنبدا لكم بها، خليكم معايا، اول كسيوه غنبدا لكم بها هي هاد الخضيره هادي، غزاله البنات عرفتوا، هادي قصيره، هادو كيجيو مع سبيدو يحتاج طوالين هما تحت الركبه ولكن ما وصلينش حتى الارض، ما تقدرش تلبسهم بوحديتهم. طبعا اللي كيقدر يلبسهم بوحدهم يلبسهم بوحدهم زعما كان على المحجبات، ولا اللي قصيصرين غادي يجيهم طوالين حتى الارض. ولكن انا كيعجبني هذا الستيل هذا باش ماشي دائما نلبس كساوي طوالين، كيعجبني اللي كنلبسهم مع سبيدوس، اولا تقدروا تلبسوها مع السروال اللي يعجبكم نتوما. مي هادو حتى طوالين كيجيو مع سبيدو مزيونين، طوالين تحت الركبه البنات هانتوما، كيجي ستيل ديالو مختلف اللبسه وخفيف، السروال الحراره كيصهر، اما سبيدو كيكون خفيف كيجي مزيون مع هاد الكسيوات اللي قصيصرين. هما اللي اخترت هاد المره، الشكيلات والبنات عندهم كيحمقوا، اخترت هاد الخضيدر هذا بالوريدات، شوفوا معايا صيفيه عرفتوا الثوب ديالها كيفاش بارد، غزاله خفيفه بارده غزاله كتحمق، شفتوا فيها الجباده هنايا في الوسط، المهم مزيونه وكانوا فيها اللوينات البنات. هذه الاولانيه غادي نخليكم تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه وكيفاش انا نسقتها ونرجع لكم. ثاني بياسة هي هاد قميجة، هادي قميجة بكويو صديفة تحت القاع، وحتى هي طويلة كيف ما كتشوفوا تحت الركبة، تحت الركبة تا هادي غادي تجي مع سبيدو، غزالة غنلبسها مع سبيدو ان شاء الله. تقدروا تلبسوها تا مع السروال نتوما والذوق ديالكم، عرفتوا البنات مستورة طويلة غزالة والثوب ديالها بارد. اهم حاجة اللي عجبني في هادشي ديال شين هما كيكونوا التوابات كيحمقوا، هاد الحاجات اللي كنوريكم طبعا ما كنهضركمش على شني في موقع كامل، تقدروا تديو شي حاجة ويجي الثوب ديالها خايب اولا يجي الثوب ديالها سخون، ديك اولا الثوب الليلون ديك اللي كيكون كيسهر. هاد الحاجات اللي كنوريكم انا كنقول لكم الثوب ديالو مزيون ديوهم على الضمانه ديالي، حيت الثوب ديالها خفيف خفيف غزال، وشوفوا الزويقه اللي فيها مزيونه هايدا، هاد النميشات ستيتوين هايدا طويله في هاد اللوين هذا، واسعه فيها هاد السميطه هادي باش تجمعوها نتوما على حساب قدكم زعما. فوالا الصديفات مزيونه عجبتني، مبرده غزاله مبرده هاد الحراره البنات. غادي نخليكم تشوفوني كيفاش لبستها انا ونرجع لكم. الكسيوه الثالثه هي هذه في الحميمار، حتى هي البنات الثوب ديالها هبال خفيف خفيف، شوفوا قربكم تشوفوا كاليتي ديال الثوب، الثوب ديك البارد خفيف غزاله نص الصيف كتحمق، فيها صديفات غير هنا حتى النص، وحتى هي نفس الستيل طويله مهزوز على الارض شويه. الا كنتي انا في متر 63 بنات اللي كيساقسوني شحال ديال الطول، الا كنتي قصيصره مني شويه تقدر تجيك حتى الارض، تقدر تلبسها بوحديتك سوا طويله، ولا كنتي طويله عليا غادي تجيك خصك مع السروال، اولا على حسب اللي كتلبسها هيدا بوحديتك وحيد الذوق ديالو. مي تجي مع سبيدو غزاله، حتى هادي مبرده طويله فيها هاد الروفليات هنايا في القاع، لوين مزيون النميشات هانتوما كيف ما كتشوفوا، كان فيها الزرق هادي ضنيت فيها اللوينات. مي غتدخلوا غادي تجبروا الرابط ديال كلشي هاد الحوايج اللي كنوريكم، غتجبروا الرابط في صندوق الوصف زائد رمز التخفيض طبعا اللي تدخلوا قبل ما تخلصوا باش ينقصوا لكم في الثمن. المهم هانتوما شفتوها وغادي تشوفوها عليا كيفاش كتجي في اللبسه، نخليكم مع الفيديو. سيوة اخرى هي هذه الورود، نعم لا شوفوا اللوينات، شوفوا كتهبل هذه بحال ديك الخضره اللي وريتكم في الاول فيها الوريدات في البيض، فحالة بالضبط نفس في الصاله نفس الثوب، غير هذه جات مبهجه جات في البيج هذا ولا بلون كاسيو، فيها هاد اللوينات هادو اللي كيحمقوا، هذه تتعمل مع الشلف الخضر تجي كتهبل، في الاورانج في الصفر في الغوص في الاحمر، اي لون عملتوا مع هذه الشن غادي تجي غزاله. تاي كيف ما قلت لكم مرفوده على الارض ماشي طويله حتى الارض، يعني خصها السروال او الاسبيدو اللي يعجبكم نتوما، ومزيونه بزاف بارده الثوب ديالها بارد غزال هانتوما، شفتوا يعني خليكم تشوفوها كيفاش جات عليها في اللبسه ونرجع لكم.
كسيوات سلام زي ولادة بغا نشارك معكم تشنيكلات اللي خديت باش لبسوا مع هاد كسيوات هادو. اول تشنيكلة غنشارك معكم ياهدي تحكوا عليا بهذا الريشمي، انا كيعجبوني هادو ودابا كيجيو مزيونين مع السروال مع الكسوه مع ما بغيتو. هادي راه ماشي بانطوف، هادي راه تشينكله ديال الخروج. كنت شريت العام اللي فات، ماشي العام اللي فات، ولد عام المغرب، حتى تشينكله بحال هادي في الغوص هي فيها الريش، وكنت هبطت المغرب وخارجه مع امي هكا لابسه في الجين، قالت لي شحال ملي كنتي خارجه بانطوف، قلت لها دي ماشي بانطوف ماما، هادي تشينكله عجباني بزاف. وكيعجبوني هاد التشينكلات هادو، انا كنتوما قولوا لي واش كيعجبكم فحالي ولا لا، فيهم هاد اللعيبات هادو. طايه البنات ديال صبابط ولا شناكيله ولا صنادل، ديو الطايه ديالكم اللي كتلبسوا دائما، هما هادوك غادي يجيو قدكم. انتما فيهم اللوينات مزيونين البنات. التشنيكله الثانيه في الكحل، وحتى هي مزيونه، الكاليتي ديالو مزيونه البنات. هاد ديال التشنيكلات اللي كان ديما عندي كامل كيعجبوني وصيفيين، هما اللي كيصبحوا. انا دابا صراحه كنعكز نلبس صبابط، صنادل كنلبسهم بالدرع، صبابط وسبردينات ما كنبقاش نلبسهم في الصيف، كنعطيها غير متشناكل، حيت الصراحه الله مريحين وخفافين من الحراره، فكيصلحوا غير هادو. ها نتوما شوفوا هاديك شحاله، قربكم تشوفوا، عندهم بزاف التشكيلات واللوينات، داكشي كيحمق. هادي في الكحل والطايه، حتى هي ديت نفس الطايه بحال اللي كتشريو من الحوانت. بالنسبه للحوايج كندي ديما الطايه زايده، هادو كاملين تقريبا ديت فيهم اكس ال، ودائما شوفوا القياسات، كاين شي حاجات اللي ديت فيهم ال وكاين شي حاجات اللي ام. كتمشي تشوفوا تحت مي كتختار مثلا ال، كيبان لك القياس الطول العرض الكتفين كل حاجه شحال فيها، ثم تقيسوا شي كسوه كتجي قدكم، وعلى ديك الاساس كتبقاو تديو. اولا شريتو شي مره مشيين شي كسوه وجات قدكم، شوفوا الطايه اللي ديتو مثلا ال، قراو القياسات شحال كاينه شحال كاينه في الكتاف، في الطول، شحال في الدوره ديال الصدر. الا ديك القياسات بقاو عاقلين عليهم، بقاو تشوفوا عليهم دائما، وهذا كتديو الحاجه قدكم. ودابا ندوزو للبيجامات. خديت هاد البيجامه هادي اللي كنشارك معكم، صيفيه غزاله، الثوب ديالها ديال القطن البنات، كتجي شورت هيدا بالدونالد. ها انتما الثوب ديالها مزيون، فيها كيسان د الحليب والدونالد. الشورت كيجي على هاد الشكل، وتيشيرت كتجي معاها تشاكيتا نصكم، الزواقه ديالها مزيونه هانتوما فيها الدونالد. حيدا الطايه، شمن طايه ديت؟ ديت واحد اكس ال، حيت هادو كانوا في الطايات الكبارين، انا كنديتها من الطايات الكبارين، كتكون تما زيرو اكس ال، واحد اكس ال، جبرت زيرو اكس ال كنديها، جبرت واحد اكس ال كنديها، كيجيو قادي. وعندهم بزاف ديال البيجامات البنات اللي مزيونين الشكيلات واللوينات. البيجامه الثانيه اللي ديت هي هادي ديال النمر، هادي عجبتني الصراحه الله، واعر الديكور ديالها كيحمق. هادي الثوب ديالها ديال القطن، هادي الثوب ديالها مزيون، ها نتوما كيفاش كتجي. التيكيته كتجي بيضاء وفيها هيدا النمر، والسروال كيجي كامل ديال النمر، سروال سخيخن شويه البنات ماشي بارد، يعني هادي تصلح حتى في مني برد الحال شويه في فصل الربيع، هيدا ماشي في الشتاء البرد، غير في الخريف هيدا ملي يكون يلاه بدا كيبرد شويه الحال، حيت هذا سخون الصيف الحراره ما تقدرش تلبسو، ملي يبرد شويه الحال هيدا حيت الثوب شويه مصهط، شهر 8 والسخانه ما يصلحش، يعني شويه ملي يبرد، ملي يبدا ديك شهر 9 هيدا يبدا يتبرد الحال شويه تجي مزيونه. فوالا السروال عندك هيدا، وعندهم بزاف ديال الشكيلات مزيونه عجبتني هيدي. فوالا سالينا منين ندوزو لجنيد، خديت لجنيد بلاتي نوريكم كويس، نوريكم صنداله، كنشوفو هاد كونفونتو هذا، عندهم حويجات ديال البعول كيحمقو البنات. فوالا شوفو هادي تشاكيتا والشورت كيجيو مع بعضهم، والاثمنه ديالهم جد جد مناسبه، شوفو هادو شحال مزيونين، وعندهم اللوانات والشكالات وديكشي كيحمق. فوالا وتن العواول الصغار من الاحسن تشوفوا القياسات، قيسوا شي حاجه بالسنتيم عادك، شوفوا القياسات في الموقع، فهمتوا؟ شوفوا شي حاجه اللي كتجي قد ولادكم عاد شوفوا باش تاكدوا تجيكم الطايه هي هذيك. هانتوما خفافين هيدا، شورتو تشاكيتا مع بعضهم مزيونين صيفيين. وخديت هاد كونفونتو اخر عاوتاني في الكري، شوفوا ها هو تشاكيتا والشورت ديالها، تا هو الشورت فيها الزواقه هادي بحال هذا الخضر والاحمر، كيجيو بحال هكا مزيونين. الاثمنه نسيت البنات، رجعوا الروابط كامل في صندوق الوصف وتشوفوا الاثمنه كاملين، عندهم حويجات ديكشي غزال كيف ما قلت لكم. كاينه اونصومبل اخر، ها هو عاوتاني هذا في البيض وفيه الشويبي، شفتوا والسريوي ديالو ها هو، غادي تجبروا الروابط كاملين في صندوق الوصف البنات، ملي غتدخلوا غيبان لكم تشكيله تاع، اما الحوايج ديال بنيتات داكشي تما كيحمق، غادي تدخلوا غادي تشوفوا البنات زعما اللي عندهم بنيتات يدخلوا للجهه ديال البنات ويشوفوا عندهم حوايجات الهبل الهبل، والاثمنه البنات جد جد مناسبه. وخديت هنايا خديت هاد الصنداله هادي، ها هي
كيفاش كتجي. عندهم طاسنا ديال الصبيطات سبردينه ديال العواول اللي كشي مزيان وانه الكاليتي ديالهم مزيونه والاثمنه مناسبه للبنات. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي كحل وصحيحه ومريحه في المشيه، ماشي شي حاجه اللي قاصحه. فوالا هي. واخر حاجه خديت هادي ديال امين تشنيكلا. عندهم حتى الحوايج ديال الرجال البنات داكشي مزيون وتشناكل وصبابط وسبرتينات ديال الرجال حتى هما كاينين تما موجودين. انا خديت هاد التشنيكله هادي وصافي مزيونات. كانوا هادو هما الحوايج كاملين توصلت بهم عند شين هاد المره هادي شاركتو معكم كاملين. كنتمنى يكونوا عجبوكم. خليو لي في التعليقات شمن اكثر حاجه عجبتكم وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك كيف ما قلت لكم. غادي نخلي لكم روابط كاملين في صندوق الوصف زائد راه مستخفيت. شكرا على حسن المتابعه ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. السلام عليكم. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الكسوه اللي لابسه حتى هي مع شين. بعض المرات كنصور فيديو كنسى كتقولوا لي الكسوه اللي كنتي لابسه ولا الحاجه اللي كنتي لابسه معايا حتى هي مع شين البنات. وسبق لي شاركت معكم فيديو من قبل. دابا خليكم رابط ديالو في صندوق الوصف. السلام عليكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.